نفذت الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية لقاءً توعويًا بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. واستهدف اللقاء مزارعي الزراعات التعاقدية بقرية بنهو بمحافظة طهطا بمحافظة سوهاج. استمرارا للمجهودات التنموية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نفذت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بقرية بنهو في مركز طهطا بمحافظة سوهاج لقاء توعويا حول العقود التسويقية للمحاصيل الزراعية الصيفية للمزارعين. بندي ندوة عن تسويق المحاصيل الصيفية، هذه الندوة بتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية تحت رعاية تحالف الوطني العمل التنموي في ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وده ذلك ان منع الاحتكار التجار لاسعار السلع، خصوصا بعض المحاصيل امثال الصيفية زي فول الصويا او عباد الشمس او السمسم او الذرة الصفراء. وزي ما دايما الهيئة معودة المزارع ان هي بتاخد معاه طول الموسم، بتكمل معاه طول الموسم، مش بس المحاصيل الشتوية ومش بس محصول القمح، برضه نازلين بكذا نوع من المحاصيل والتعاقدات المحاصيل الصيفية. ومن ضمن التعاقدات ان الهيئة بتضمن للمزارع حد أدنى بالنسبة لان هو زاد السوق او نقص من السوق، هي بتدفع الحد الادنى. اللقاء تناول كيفية حماية المزارعين من غلاء الاسعار واحتكار التجار للمحاصيل، وكيفية تحفيزهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والاساسية كفول الصويا ودوار الشمس والسمسم والقطن والفول السوداني. استفدنا هذا من الندوة ان هو وضحت للمزارع ازاي التعاقدات والزراعات الصيفية اللي هتتم زراعتها في الموسم القادم زي عباد الشمس وزي الفول الصيوة وزي السمسم. طبعا وضح البشمهندس النهارده ان التعاقدات دي هتبقى طبعا في شروط في العقد بين المزارع وبين الهيئه، من ضمنها ان هو طبعا الهيئه هتحط حد ادنى للسعر المحصول وتلتزم به. تشرفنا اليوم بحضور ندوه عن النباتات عن المحاصيل التعاقدية، وده يعني من ضمن الإضافات الجديدة اللي هي ضافتها الهيئة والتحالف الوطني بالنسبة للمزارع، بحيث انه المزارع تعرف على انواع محاصيل بالنسبة له جديدة، كذلك برضو نوع التسويق انه المزارع ما يبقاش رهينة للتاجر في تسويق المحصول بتاعه. وتهدف الندوات التوعوية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مجال خدمة الزراعة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحسين مستوى الدخل لصغار المزارعين وزيادة قدرتهم على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.